اكشن. دي اثينا بتبقى قاعده ماسكه تليفونها وبتتكلم في جروب في شات مع اصحابها وبتاع، وبيبقوا بيتفقوا ان هم هيروحوا يصطادوا، وبعد كده بنشوفهم وهم كلهم في طياره مع بعض مسافرين على مكان الصيد، ومره واحده بيظهر عليهم واحد وبيبان عليهم الارتباك، وبنعرف ان الواحد دوت كان متخدر معاهم في اوضه من الطياره، وبنعرف ان هو ده واحد من الناس اللي هيلعبوا لعبه الفريسه في لعبه الصيد بتوعهم، وبنعرف ان لعبه الصيد دي بتبقى على البني ادمين مش على حيوانات او اي حاجه تانيه. واحد من الركاب في الطياره بيقول له ان هو دكتور، ولما بيقرب عليه بيروح جاي قتله، لحد ما بتيجي اثينا وبتبقى ماسكه الجزمه بتاعتها وبتحط كعب الجزمه في عينه، وفي الاخر بيسحبوه بيحطوه في اوضه، وبنعرف ان الاوضه دي فيها ناس كتير نفس حالته. وبعد كده بنشوف المزه دي وبيبقى في بقها كلبشات عشان ما تعرفش تتكلم، وبعد كده بنشوف واحده تانية برضو بيبقى بقها متكتف، وبعد كده بيبداوا يتجهوا على ساحه مع بعض، وبنبدا نشوف ناس كتير في نفس حالتهم وبقهم متكتف، لحد ما بيتمشوا كلهم وبيروحوا ناحيه صندوق، وبعد كده بيلاقوا الكائن الخطير اللي انت شايفه ده، وبيفتشوا في الصندوق وبيطلعوا منه اسلحه كتير، واثناء ما كل واحد فيهم بيبدا يسلح نفسه بيبدا يضرب عليهم نار من مكان لسه مش عارفين نحدده، وبيبداوا ان هم يجروا في اماكن عشوائيه، واحد فيهم بيجري عليهم وهو ماسك السلاح بيروح جاي ميت او عمل طرزان ولا بس، واحده منهم بتحاول ان هي تهرب فبتقع في حفره وبيكون في جوه حاجات كده زي حديد وبيدخل في جسمها، فبيشوفها واحد وبيروح عليها في وسط ضرب النار وفي الاخر بينقذها، ولما بيبدا يتمشى بيها بيلاقي نفسه ان هو داس على لغم، فخلاص بقى فانت فقري فقى، ومجموعه منهم بتلاقي سور وبتبدا ان هي تنط من عليه، ولما بيعدوا الناحيه الثانيه الراجل العجوز اللي معاهم بيبدا يضرب عليه اسهم وبيموت، وبعدها بيسيبوه بيطلعوا يجروا بره في الشارع عشان اي حد ينقذهم، فبيفضلوا يجروا لحد ما بيلاقوا سوبر ماركت فبيدخلوا عليه، وجوه بيبقى فيه راجل وست عواجيز وبيبقوا خايفين منهم عشان معاهم اسلحه، بس الراجل اللي معاه المسدس بيقول لهم ان احنا هنا مش جايين عشان نسرقكم، احنا بس عايزين نعرف الموقع اللي احنا فيه ده اسمه ايه، ولا احنا في انهي بلد، فبيقولوا له اسمه بلد مش عارف انطق اسمها الصراحه عشان صعبه، وبيقول لهم ان هو عايز يتكلم في التليفون ضروري، واثناء ما هو بيتكلم واحده من اللي معاهم بتبدا ان هي تاخد حاجات وتاكلها من على الرف، بس بعد كده بنكتشف ان الاكل ده مسمم، فزمايلها بيبداوا يجروا عليها عشان يعرفوا ايه اللي حصل لها، في نفس الوقت بنشوف الراجل والست العواجيز وهم لابسين اقنعه للغاز وبيرموا عليهم قنابل غاز وبعد كده بيقتلوهم، وبنعرف ان الراجل والست دول شغالين مع العصابه دي وان السوبر ماركت ده مجرد فخ، وفي نفس الوقت بنشوف الست العجوزه ان هي يعني فاهم زعلانه من اللي بيحصل وبتاع، بس جوزها بقول لها بقول لك يا مره ما ايه ده فقرا دول ما ايه ملك ماجي كده، وبعدها بيحطوا الجثث بتاعتهم في اوضه وبيبداوا ان هم ينضفوا السوبر ماركت، وبعد كده بنسمع ان في حد بيكلمهم على اللاسلكي وبيقول لهم ان في بنت شعرها اصفر داخله عليكم دلوقتي، فبيبداوا يجهزوا الدنيا وبتاع لحد ما فعلا بتيجي وبتدخل وبتشتري سجاير، وبنعرف ان اسمها كريستال، وكريستال بتاخد الباقي بتاخد بالها ان الفلوس عليها دم، فبتفهم ان الناس دي ليها صله بالعصابه وبتضربهم وبعد كده بتقتلهم، وبعد ما بتخلص عليهم بتفتش في المكان وبتلاقي الاوضه اللي موجود فيها الجثث، وبتكون خدت السلاح وجمعت السغيره بتاعته حطيته في جيبها، وبعد كده بتطلع بره السوبر ماركت وبتشوف عربيه، ولما بتقرب منها بتاخد بالها ان في حاجه غريبه بالنمر، وبعد كده لما بتروح عليها وبتفكها بتعرف ان النمر دي اصلا مزيفه، بس بتعرف من النمر الاصليه ان هم دلوقتي في كرواتيا، وبتبدا تتحقق من العربيه اكتر وبتلاقي ان في خيط رفيع متوصل بالباب وفي قنبله، وده عشان العربيه تنفجر لما اي حد يفكر ان هو يفتح الباب ويهرب بيها، وبعد كده بتستخبى بين الشجر عشان تراقب الوضع لو حد عدى، وفي نفس الوقت الناس الناحيه الثانيه بتكون بتكلمهم على اللاسلكي، بس طبعا مفيش رد عشان هم اصلا ماتوا، وبنبدا نشوف درون تبعهم رايح ناحيه الماركت عشان يصور الدنيا ويعرف الناس العواجيز اللي جوه فين، في نفس الوقت بنشوف ان الدرون اتضرب بالنار، وبعد كده بنشوف راجل بيتجه ناحيه العربيه وكريستال بتحذره ان العربيه مفخخه، فبيبقى شاكك فيها في الاول لحد ما بتقول له هي كمان رهينه زيها وهي كمان عايزه تهرب من هنا، وان هما الاثنين لازم يمشوا من المكان ده دلوقتي عشان هو كده ضرب الدرون، فكده هيفهموا ان في حد هناك وقتل الناس اللي جوه عشان انا قتلتهم، فقال بنا نخلع عشان ايه لساني نشف، وبعد كده بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لشريط قطر، واثناء ما هم ماشيين هناك بيتكلموا في اللي بيحصل لهم، فالراجل بيقول لها ان هو سمع ان في عيله اغنيه جدا بيجمعوا الناس الفقراء اللي محدش بيسال عليهم وبيحطوهم في مزرعه عشان بعد كده يلعبوا معاهم لعبه صيد ويصطادوهم، بس كريستال بتبقى مش مهتمه لان هي مش مصدقه القصه دي وعارفه ان هي مش حقيقيه، لحد ما في الاخر بتحس ان القضيب بيتهز وبتبدا تلمسه وبتعرف ان في قطر قريب جاي عليهم، لحد ما فعلا بنشوف قطر وبيبداوا ان هم ينطوا فيه، وجوه بيشوفوا ناس هربانين عايزين يعدوا الحدود عشان هم لاجئين في بلاد غريبه، وفي نفس الوقت الراجل مش بيتكلم انجليزي وبيبقى مش فاهمينه، فالراجل اللي مع كريستال بيقول ان الناس دي كدابين وبتاع ومش عارف ايه، وبيفضل شاكك فيهم طول السكه، لحد ما في الاخر القطر بيوصل في مكان معين، وبنعرف
بتعرف ان هو معسكر جيش، فبيبداوا ينزلوهم كلهم من القطر وبيسالوهم عن الاوراق بتاعتهم بتاعت الاقامه. فالراجل اللي مع كريستال بيروح للضابط وبيقول له ان هو امريكي وان هو عايز يكلم السفاره بتاعته، بس الضابط بيبقى مش فاهمه عشان مش بيتكلم انجليزي. وبعدها بنشوف الراجل اللي كان جوه في العربيه مش بيتكلم انجليزي ان هو دلوقتي بيتكلم انجليزي، والراجل اللي مع كريستال بيعرف ان هو كذاب فبياخد قنبله وبيحطها في بنطلونه وبتنفجر بيه. وبعدها بياخدوا كريستال عشان يحققوا معاها، بس هي بتتكلم معاهم وبيبقوا هم مش فاهمينها، وفي الاخر بتطلب السفاره بتاعتها. وفي الاخر بيدخلوا واحد تاني معاهم التحقيق وبيبقى اسمه دون. وبعدها بنشوفهم وهم في المطعم بتاع المعسكر، ودون بيقول لكريستال نفس القصه اللي كان الراجل بيقولها لها على شريط القطر، وهي ان في عيله اغنيه جدا بيصطادوا الناس الفقراء واللي محدش يعرف عنهم حاجه وبيحطوهم في مزرعه عشان يلعبوا معاهم ويصطادوهم. وبعدها بيجي لهم حد بعربيه دبلوماسيه، وبنعرف ان الحد ده من السفاره الامريكيه، وبيستلمهم من المعسكر وبياخدهم معاه في العربيه وبيمشوا. واثناء ما هم ماشيين كريستال بتحكي له عن اللي شافته واللي كان بيحصل في المكان اللي هم فيه، فبيقول لها ان هو هيكلم القيادات في امريكا وهم هيشوفوا الحوار ده. بس بناخد بالنا من نظرات كريستال ان هي مش مرتاحه له، فمش بتفكر كتير وبترمي من العربيه وبتاخد هي الطرى مكانه، وبعد كده بتعدي على دماغه وبتقتله. ودون بيبقى قاعد ورا ومستغرب وخايف من اللي بيحصل. وبعد كده كريستال بتنزل بتفتش الراجل وبتاخد كل اللي في جيبه والمسدس اللي معاه، وبتفتح شنطه العربيه وبتلاقي جثه الراجل اللي كان معاها في الاول على شريط القطر اللي ضرب الدرون بالنار. وبتقعد تتكلم مع دون، وفي الاخر بتقرر ان هي هتستخدم العربيه والسلاح اللي معاها عشان ترجع المكان اللي هي كانت فيه وتنتقم من كل الناس اللي عملوا فيها كده. وبيجي الليل وفعلا بنشوف كريستال عندهم هناك، والحارس بتاعهم بيطلع من الغرفه بتاعتهم وبيشوف دون وهو ماسك الخنزير، وبتيجي كريستال من وراه وبتذبحه. والناس اللي منظمين اللعبه بيبقوا قاعدين في الاوضه اللي تحت وبيبقوا خايفين من اللي بيحصل، وبيبقى باين عليهم الارتباك، لحد ما كريستال بتنزل عليهم وبيبداوا هما الاثنين انهم يضربوا نار على بعض. بس كريستال بتقتلهم كلهم، بس بيكون القائد بتاعهم بس مجروح ولسه عايش. وفي الاخر بنسمع صوت اثينا وهي بتكلم دون وبتقول له اقتله، وفي الاخر بنعرف ان دون كمان معاهم في العصابه وان هو كان بيضحك على كريستال، فبتقتله هو كمان. وفي نفس الوقت كريستال بتكلم اثينا على اللاسلكي، وكريستال بتقول لها ان هي هتوصل لها ايا كان الثمن. وبتقعد مع الضابط اللي لسه عايش، وبتفضل تتك على الجروح بتاعته عشان تخصبه ان هو يرد عليها ويقول لها عنوان اثينا، وبتفضل تضغط عليه لحد ما في الاخر بيقول لها على العنوان، وبعد كده بتقتله وبتسيبه وبتمشي. وبعد كده بيحصل فلاش باك وبنشوف اثينا وهي قاعده مع الفريق بتاعها، وبنعرف ان هي ليها منصب كبير في الدوله، وفي نفس الوقت بنعرف ان خبر ان هي عامله مزرعه تصطاد فيها البني ادمين ابتدى ينتشر، وده هيأثر على سمعتها ووظيفتها. وبيبقوا كلهم قاعدين مع بعض في الاجتماع، وبنشوف ان كريستال في الصوره على الشاشه، وبنعرف ان هي اصلا هدف من ضمن الاهداف وعايزين يقتلوها، لان هي على طول في الصحافه بتحاول ان هي تخلي صوره اثينا وحشه على طول في الاعلام، وعشان كده اثينا عايزه تنتقم منها وتحطها في المزرعه بتاعه اللعبه اللي بيلعبوها. وبعدها بنشوف كريستال وصلت للبيت اللي عايشه فيه اثينا، واثينا بتبقى شايفاها في الكاميرات وبتقول لها ان هي تسيب السلاح بتاعها قبل ما تدخل، وفعلا كريستال بتسيب السلاح بتاعها وبتدخل لها. ولما بتدخل على الفيلا اثينا بتكون بتطبخ، وبيقعدوا هما الاثنين بقى فاهم انت جوه كده، الناسها بقى دي تقول كلمه دي ترد ب10 دي ترد ب30، ويقعدوا يعلوا على بعض لحد ما في الاخر بيمسكوا في بعض. وبتيجي كريستال تحذفها بازازه واين، بس اثينا بتبقى مستموته جدا على الازازه دي، مش عارف ليه الصراحه، ازازه واين يعني مالك فيه. المهم ان هي بتلحقها قبل ما تقع من على الارض، وبيمسكوا في بعض تاني لحد ما في الاخر اثينا بتعور كريستال في جنبها، وبعد كده بيضربوا بعض شويه، وفي الاخر كريستال بتنجح ان هي تقتل اثينا، وبتخش على جوه تروق على نفسها، وبتلبس فستان من فساتين اثينا، وبتاخد ازازه الواين الغاليه اللي كانت هتموت عليها دي مش عارف ليه، وبتطلع على الطياره بتاعت اثينا، وبتهدد الطيار والمضيفه بالمسدس ان هي ترجعهم دلوقتي، يا اما هتقتلهم، لان هي اصلا قتلت اثينا وقتلت الناس كلها. وكده كده بقى النهايات سعيده، فعشان نهايات سعيده بقى فجابت المضيفه بقى قعدت معاها وبتقول لها على فكره ان احنا فيلم فوق السحابه وبننزل فيديو كل يوم، ودلوقتي بقينا بننزل فيديوهين، فاستعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تبقى معانا كده فاهم. بص احنا كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي. انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.